تقريب وجهات النظر. قائد الجيش الليبي يصل مدينة درنة ويزور قاعدة الأبرق للاطلاع على التجهيزات لتحرير المدينة من التنظيمات المتطرفة. الحكومة الجزائرية تنشر قائمة ب17 نقابة تعتبرها شريكا اجتماعيا ذات صفة رسمية، والنقابات الأخرى تندد بهذه الخطوة وتعتبرها تقييدا لنشاطها. وفي العنوان الأخير، فيديو متداول على يوتيوب لناشط يقول إن المسافة الفعلية من القمر إلى الأرض ليست أكثر من 3 كيلومترات فقط. كانت هذه مستمعين الكرام أبرز عناوين الأخبار حتى اللحظة. بعد فاصل قصير نواصل باقي فقرات صباح العربية FM ونكون مع تقريرنا وآخر الأخبار الاقتصادية. عناوين الأخبار من العربية FM. صباح العربية FM. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة في قلب الحدث أينما تكونون. العربية FM معك في كل مكان. تستطيعون الاستماع إلى العربية FM على موقع العربية .net. العربية .net/FM. منذ أن خرجنا إلى النور قبل 15 عاما، تغير كثيرا ذلك العالم الذي نعيش فيه. من أنتم؟ دقت ساعة العمل. صراعات نشبت، معاهدات أبرمت، دول نشأت. وأنظمة سقطت. شيء واحد لم يتغير، لم يتبدل على مر السنين، التزامنا، رغبتنا الأكيدة في أن نرى، ندقق، نحلل، نتطور. مهمتنا أن تعرف أكثر. أزمة لا يستهان بها تهدد ليس فقط الإنسان بل كل الكائنات، لأن بدونها لا توجد حياة. كيف يمكن ترشيد استهلاك المياه؟ وما هو المطلوب من المواطن السعودي للمشاركة في الحفاظ على الثروة المائية؟ سلسلة تقارير المياه في السعودية الثلاثاء على شاشة العربية. خلف هذه النظرات كثير من التساؤلات. أمعن النظر لتدرك ما يحدث من حولك، فتبحث لتكتشف، وتحلل لتفهم، فتصل إلى إجابة لأهم الأسئلة. العربية. غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:30 على شاشة العربية. صباح العربية FM مع حسن جولي. صباح العربية. صباح العربية FM. صباح العربية. صباح العربية FM. السادسة وخمسون وثلاثون دقيقة في استوديوهات العربية FM. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. الآن إلى هذه الجولة الاقتصادية السريعة، نذكركم فيها بالأسواق التي كانت عاملة مساء أو يوم أمس الأحد. طبعا هي أسواق منطقتنا العربية فقط. بالعادة كنا نأخذ أيضا في الصباح تداولات بورصة توكل للأوراق المالية، لكنها مغلقة اليوم في عطلة وستستأنف نشاطها المعتاد صباح غد الثلاثاء بإذن الله. نعود إلى منطقتنا مستمعين الكرام، حيث تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية يوم أمس الأحد بعد بداية قوية نتجت عن ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي.
خسر المؤشر السعودي 13 نقطة مئوية، انخفض ب 13 نقطة مئوية بعد أن كان مرتفعا في التداولات المبكرة. انخفض سهم سابك ب 16 نقطة مئوية على الرغم من أن الشركة أعلنت ارتفاعا بنسبة 5.4% في صافي ربح الربع الأول من العام، وهو ما توافق بوجه عام مع توقعات المحللين. وقفز سهم مصرف الإنماء الإسلامي وهو أحد أنشط الأسهم قفز بنصف النقطة المئوية في التعاملات المبكرة يوم أمس الأحد، لكنه في نهاية الجلسة أغلق على انخفاض ب 17 نقطة مئوية. وهذا بالنسبة لسوق الأسهم السعودية. مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى سوقي الإمارات. في دبي ارتفع المؤشر بعشرين نقطة مئوية مدعوما بسهم شعاع كابيتال الذي ارتفع بخمس نقاط وسبعة عشر نقطة مئوية إلى درهم وأحد عشر فلسا، وكان الأنشط في السوق. سهم شعاع كابيتال كان الأنشط في سوق دبي يوم أمس. أما سهم إعمار مولز فارتفع بنقطة وأربعة عشر نقطة مئوية، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بقيمة 548 مليون درهم في الربع الأول يوم أمس الأحد، ارتفاعا من 539 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي. أما في أبوظبي فانخفض سهم دانا غاز 5% ليدفع مؤشر السوق للتراجع بعشرين نقطة مئوية. وفي أواخر الأسبوع الماضي نذكر بأن محكمة إنجليزية كانت رفضت طلب الشركة إلغاء الأمر القضائي الصادر بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2017، والقاضي في المحكمة العليا في لندن أمر دانا بإيداع أي توزيعات في حساب مصرفي إنجليزي للاحتفاظ بها لحين تسوية النزاع القائم بين الشركة، وحملت صكوك قيمتها 700 مليون دولار حسب ما أبلغت مصادر وكالة رويترز. في باقي أسواق منطقتنا مستمعين الكرام، مؤشر الكويت تراجع ب 17 نقطة مئوية وأغلق عند 4775 نقطة. مؤشر مصر أيضا تراجع يوم أمس ب 13 نقطة مئوية، المؤشر الرئيسي في مصر، وأغلق عند 18304 نقاط. أما مؤشر البحرين فأغلق على استقرار دون تغير يذكر عند 1263 نقطة. أخيرا مؤشر مسقط، المؤشر العماني، ارتفع بعشرين نقطة مئوية إلى 4734 نقطة. إذن كان هذا مستمعين الكرام تذكيرا بتداولات أسواق الأسهم في منطقتنا العربية يوم أمس الأحد، جلسة بداية الأسبوع. أما الآن نتابع مزيدا من الأخبار الاقتصادية مع بطرس موسى، وبعد الاقتصاد سنكون مع فاصل، من بعده جولة رياضية. التقرير الاقتصادي. أهلا بكم. كشفت مصادر لوكالة رويترز أن الاحتياطيات النفطية لشركة أرامكو السعودية لا تقل عن 270 مليار برميل، وهي أعلى من الأرقام المعلن عنها سابقا في المراجعة السنوية للشركة عام 2016، حين كانت عند 260 مليار و800 مليون برميل. يذكر أن تدقيق الاحتياطيات هو جزء ضروري من الأعمال التحضيرية للطرح العام الأولي المرتقب للشركة. في جديد نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لسابق ب 5% لتصل إلى 5 مليارات و500 مليون ريال، وجاءت النتائج مطابقة لمتوسط توقعات المحللين، وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع متوسط أسعار أو إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة، كما ارتفع إجمالي المبيعات الفصلية بنسبة 15% لتصل إلى 42 مليار ريال. أصدرت شركة سابق تقريرها حول الاستدامة للعام الماضي، وأظهر التقرير أن الشركة ماضية قدما في تحقيق أهداف الاستدامة لعام 2025. وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمشروع الجدية في الرياض، الذي ينسجم خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بإضافة 17 مليار ريال سنويا إلى اقتصاد المملكة. ويعتبر مشروع الجدية إلى إحدى المبادرات الاستثمارية والترفيهية والثقافية التي تدعم رؤية 2030، وفي أكثر من زاوية اقتصاديا يساعد أيضا المشروع في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد من خلال
خلال تنشيط السياحة الداخلية وخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين. في الإمارات ارتفعت الأرباح التشغيلية السنوية لصندوق مبادلة للاستثمار بحوالي 12% لتصل إلى 10 مليارات و700 مليون درهم، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة الضعف لتصل إلى 10 مليارات درهم. يذكر أن الصندوق نتج عن اندماج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية في العام الماضي، وأصبح مجلس أبوظبي للاستثمار جزءا من مجموعة مبادلة بمحفظة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار. وقعت شركة نفط أبوظبي الوطنية أدنوك اتفاقية امتياز بمليار ونصف المليار دولار مع شركة OMV، وبموجب الاتفاقية ستحصل الشركة النمساوية على 20% من امتياز أحد حقول أدنوك البحرية لمدة 40 عاما، علما أن صندوق مبادلة للاستثمار يمتلك نحو 25% من OMV. وبذلك تكون أدنوك قد منحت كافة الامتيازات لحقولها البحرية التي كانت تعرف باسم أدما أبكو، حيث جمعت أبوظبي من بيع هذه الامتيازات حوالي 7 مليارات و900 مليون دولار. أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أوبر إلى أن صفقة بيع عمليات أوبر في جنوب شرق آسيا إلى منافسها المحلي وفرت مواردا كبيرة تسمح لها بالتوسع في أسواق رئيسية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا التقرير الاقتصادي، شكرا للمتابعة. التقرير الاقتصادي صباح العربية. نتناول اليوم كتابة مع العربية FM، الأقرب إليك.